كيفاش تتصور مع الاهرامات وبالهاتف فقط؟ صح صبر كيفاش حتى رحت لمصر كنت قاعد حتى جاني هذا التعليق، اتحداك تعمل صوره في الاهرامات وتبان كشغل حقيقي. وهنا جاتني فكره، وهي انه علاش ما نروحش نسافر لمصر؟ على جال هذه رحت عند سلمت فواياج اللي عندهم افضل برامج سياحيه للرحلات، جبت الفاليزه حطيت حوايجي ورحت ديرت المطار، ركبت الطياره وصلت لمصر. وبين اول وجهه رحت ليها هي الاهرامات، ودرت معاهم صور تذكاريه باينه بالهاتف فقط، هرم خوفو وخفرع ومنقرع. ومن بعد ضرب دار عند ابو الهول البونيف اللي ما عندوش، من بعد ضرب دار نهر النيل وباينه درت شويه تصاور. وكي راني في مصر باينه لازم نروح نشوف فرعون اللي ما يعرفش فيهم. دخلت للمتحف ورحت عند موكب المومياوات، واشاعه تقول انه رمسيس الثاني هو فرعون موسى عليه السلام. بصح صرا مشكل انه ممنوع التصوير، بصح انا صورته فرعون مزال ناخذ نتصحر. وفي الاخير رحت للاسكندريه وكليت كبده اسكندراني هذيك اللي مشهوره عندهم، وختمت بجوله في البابور في البحر تاع الاسكندريه، وانتهت رحلتنا في كوكب ايجيبت وليت للدار. وهذا المتعه اللي عشناها في مصر كامل مع سلمت فواياج.